في مثل هذه الفترة من السنة يزداد الطلب على الآلات الكهرومنزلية ويتضاعف استعمالها، مما يعظم من نسبة الحوادث المنزلية، كما أن جهل بعض المستهلكين لانعكاس انخفاض أسعار المنتجات على جودتها يعرض صحتهم للخطر. العينة من ولاية سمسيل في تقرير محمد غليش. في الوقت الذي تتفاقم فيه حوادث حرائق البيوت، يتفق الكثير على أن الآلات الكهرومنزلية عادة ما تكون المسؤولة عنها، ولا يتناقض هذا مع القول بأن جودة الآلات المستعملة يرتبط بالظاهرة بشكل أو بآخر. في المقابل لا يعي المستهلك بأن انخفاض أسعار المنتج يؤثر على جودة الخدمة، وبالتالي يعرض حياته وصحته للخطر. أكيد بالبزاف اللي هم يشكلوا خطر على المواطن، على خطر هو بغى يطلب على الرخيصة ناقصة بالزومة، كي تولي ناقصة بالزومة يا عنتارة هذه راها سوليد. تسيب الكابل مش كيف كيف، تسيب الكابل تاعو خشين اوريجينال، تسيب الكابل تاعو خشين مهما تاكل الكورون تاعو ما تاكلوش، والاخر الكابل تاعو رقي قادر كيما نقول تخدم به الاول يدير الغمص يهرد كلش ما تجيبوش خبر تاعي. عندما تكون الاجهزة غير مطابقة لمعايير السلامة او تكون من نوعية رديئة فتحدث حوادث الكهرباء، خاصة في هذه المرحلة من السنة والتي تعرف بمرحلة الذروة. على سبيل المثال هنا بولاية تيسمسيرت سجلنا عدة حرائق منازل، كان مؤخرا بحي الوئام حريق منزل بسبب مبرد أو الكليماتيزر. اقتناء الأجهزة المقلدة أو الأقل سعرا ليس فقط هو ما يجب تجنبه، فغالبا ما لا يهتم المستهلك برداءة شبكة الكهرباء المنزلية، بالإضافة إلى انتشار أجهزة أصلية لا تضمن شروط السلامة. يجب المحافظة على أرواحنا باقتناء أجهزة تكون مطابقة للمعايير. أيضا يجب مراقبة التوصيلات الكهربائية مراقبة دورية من قبل اختصاصي، وهذا لتجنب أي كارثة أو أي خطأ محتمل. ضمان صحة المستهلك يقترن بوعيه وحرصه على اختيار المنتجات ذات الجودة، ومن المهم أيضا أن يضع مفهوم السعر مقابلا لمفهوم الأمان، بدل اللجوء إلى حلول سلبية لتجاوز ضعف قدرة الشراء كمقاربة اقتصادية غير مسؤولة.